السلام عليكم ورحمة الله. ده الدرس الأول في الإنكسكيب. الإنكسكيب هو بديل للإلستريتور. هنشوف إزاي النهاردة نعمل تريسنج لبيت ماب أو تريسنج لأي صورة، سواء كانت الصورة ديت لو كواليتي أو هاي كواليتي، سواء الصورة معمولة سكانر أو هاند درونج. إزاي نحول صورة عامة إلى فيكتور فايل؟ إزاي نحول صورة من الفوتوشوب نحولها إلى فيكتور فايل بدون ما نعيد رسمها؟ طبعا الطرق بنستفيد من الفيكتور فايل ده في الآخر بعدة طرق ليه فوائد عدة. خلينا نشوف دي كلها بي ان جي فايلز او صور، صور مش فيكتور فايل. طب ده اول شاشة بتظهر فبيقول لنا امبيد ولا لينك. امبيد طبعا يعني يعتبر هيستورد الصورة، لكن لينك هيكون المساحة هيكون في لينك للفايل، ما فيش المساحة تقل. فلينك لو كان الصورة جودتها عالية ومش عايزين نستهلك ميموري او رام اكتر. امبيد هيتم استيراد الصورة بكامل جودتها، وطبعا الرام هتزيد وهكذا. ولو الكمبيوتر طبعا الإمكانيات عالية فمش هيفرق الاختيار الأولاني. ثانيا فروم فايل الريزوليوشن، لو من فروم فايل نفس الريزوليوشن في الفايل هنستورد. هو عامة الفايل طبعا احنا هنستورده ريزوليوشن 72. هنضغط اوكي، هيفتح فايل جديد. ده الملف عندي، ده كده الملف اللي تم استيراده. طبعا ده صورة مبكسلة، فنشوف ازاي نحولها الى ده كده. هي دي الصورة، نحولها الفايل عن طريق باس تريس بيت ماب في اختصار. طبعا سنجل، في عندنا سنجل ومالتي سكان. مالتي سكان دي لو اكتر من كلر، بما ان الصورة لون واحد فهيبقى سنجل سكان. في عدة طرق، خلينا في الاول اختيار الاول ونضغط ابديت. دي كده النتيجة عندنا. هنقلل شوية، هنبدأ من بوينت واحد ونشوف. بما ان الصورة اصلا جودتها قليلة فهو الحدود بهذا الشكل. خلينا نقول بوينت سيفن، بوينت فايف، كل الاختيارات دي بنسيبها ديفولت، ولكن احيانا بنحتاج نعمل الاختيار. فهو بالتجربة يعني بنبدأ من بوينت واحد. المفترض في حاجتين هنتكلم عنهم. اول لازم الصورة طبعا تكون جودة عالية. هو الصورة اللي انا مستوردة ديت صورة 100 بكسل او بالادق 128 بكسل في 128 بكسل، فالصوره الاساسيه جودتها قليله جدا، فاظن غير كافي اننا نعملها تريس. ولكن هنحاول او هنشوف ازاي نعملها كلين في الاخر. ثانيا لازم يكون الصوره هاي كونتراست، يعني ما ينفعش الصوره يكون فيها اكتر، يعني عاده يكون لون او لونين بالكتير، وفي يكون هاي كونتراست ده بلاك اند وايت ابيض واسود. فطبعا ده هيكون كافي اننا نعمل تريسنج. لكن لو الصوره ما كانتش فيها الكونتراست الكافي او الصوره كانت جوده قليله، فهنشوف هيكون في مشاكل زي ما حصل عندنا دلوقتي. هنستقر ولكن عند بوينت 4 او بوينت 3 ابديت ونضغط اوكي. بعد ما نضغط اوكي فيظهر عندنا بهذا الشكل، فيكون عندنا في طبعا ما كنتش متوقع ان الصوره تكون بهذا الشكل. خلينا نجرب اختيار تاني، طبعا سموث مفيش اي مشاكل عندنا. خلينا نختار تاني مرة تريس بيت ماب، والمرة دي هنختار ولكن بوينت ون. ليه كل مرة بوينت تو؟ بوينت ون ابديت اوكي كلوز. ده كده النتيجة عندنا، ده بوينت ثري ده بوينت ون. اظن ان بوينت ون ادق شوية حرف الأربعة. عموما ده فيكتور فايل وده فيكتور فايل زي احنا شايفين. ده كده فيكتور فايل، ممكن نعدل أي نقطة فيه. وهكذا. ده طبعا ممكن استخدامات الفيكتور فايل ليه استخدامات عديدة.
ممكن احيانا اول استخدام ممكن استخدمه في البرنامج الفيديو سكرايب في الوايت بورد انيميشن، لان بدل من ان اعيد رسم صوره زي ديت بي ان جي فايل تم تحميلها من الانترنت، فممكن الفيديو سكرايب عامه بيستخدم الاس في جي والفيكتور فايل اللي هو بحيث بيعيد رسمهم في برنامج الوايت بورد. ممكن يستخدمهم في الافتر افكت، ممكن يتم استخدامهم كتصدير الملف ده كاوتوكاد فايل او دي اكس اف فايل للـ سي ان سي ماشينز او ليزر كات ماشينز. فاستخدام الفيكتور فايلز في استخدامات عديده سواء كان في الديزاين او في الماشينز ومكنات سي ان سي. دي كانت اول نقطه. النقطه الثانيه، خلينا نستخدم دي كانت طريقه اولى من التريسنج. طبعا مش كل الصور ممكن يتعملها تريسنج، لكن خلينا نشوف الطريقه الثانيه من التريسنج. ابديت الفرق بقى هنا ان هو في الكوت او في الطريقه دي بيتم تريسنج لمره واحده. انا زي ما احنا نشوف النقطه دي عباره عن نقطه، خلينا نزود شويه الاتريشن. تريس بيت ماب اتريشن يكون 2 هنا برضو يعني اقل شويه. هذا اكيد واضح الطريقه الاولى كانت البرايتنس، والطريقه الثانيه التريسنج اوتو تريس او سنتر لاين تريس. اظن لو زودنا الرقم ممكن يكون أدق، الأربعة تكون ظاهرة أكتر. عامة دي طرق التريسنج زي هنحول صورة، أي صورة أول شروط إن الصورة اللي نعملها تريسنج نحول الصورة ديت إلى بيت ماب. في الدرس القادم إن شاء الله هنستكمل دروس اللينكسكيب.